السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشلاضة، وفي نفس الوقت غادي نصايب معكم واحد المايونيز باش غنقادوها. ندوزو باش نوريكم المقادير. عندي هنايا زلافة صغيرة ديال الروز كلاسي، وعندي هنايا واحد ثلاثة البطاطا قطعتهم على هذا الشكل قطع صغيرة، وعندي هنايا جلبانة كنت محتفظة بيها في المجمد، وعندي هنايا خيزو قطعته على هذا الشكل طريفات صغار، وعندي هنا الخس، وعندي هنا واحد العلبة ديال الطون وشوية ديال الزيتون. وغادي نديرو البطاطا باش تسلق، غنديرو البطاطا ديالنا، وغنديرو خيزو، وغنديرو جلبانة، غنسلقوهم كاملين. هنا غندير ليهم من بعد باش نسلقهم. هنا غندير الروز حتى هو يتسلق. هنا غنخلي هاد البطاطا وخيزو والجلبانة تسلق والروز ديالنا يتسلق. هنا غادي نصايب المايونيز، كيجي حتى هو ساهل. هاد السلطة راه كتجي ساهلة. هنا أنا غنستعمل على هاد الخلاط الكهربائي باش نصايب المايونيز. هنا عندي واحد باش نصايب المايونيز، عندي واحد البيضة، وعندي الزيت والخل ولاموطارد والملحة والبزار. هنا غادي ندير واحد البيضة، غندير واحد قبيسة ديال الملح وقبيسة ديال البزار، واحد الراس ديال لاموطار ديال المعلقة راس هكايا. والخل غادي ندير جوج معالق صغار، حتى ثلاثة صغار. وغندير شوية الزيت هكا، وغنبدا ندير شوية شوية الزيت حتى نصايبو المايونيز ديالي. جمعت لينا المايونيز طحنتها، هاهي كيفاش كتولي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نخليها في هاد السلافة، هاهي هيا المايونيز ديالنا. من بعد ما وجدت هيا كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي ساهله في التوجات ديالها. هيا هنا هي سميتو هي البطاطا ديالنا ملي سلقات لينا كتكون على هذا الشكل، البطاطا والجلبانه وخيزو. خلينا حتى بردات هاد لاصالات كتكون هاد الشلاضة كتكون باردة. الرز تا هو سفيناه من داك الماء كيكون بحال هكا.
طاسه هكا، غنديروا فيها البطاطا على هذا الشكل، غنديروا الروز بحال هكا، نحركوا هكا حتى يتخلط لنا عند هذا الرز مع البطاطا وخيزة الجبنة بحال هكا. هنا كنديرو المايونيز، غنديرو تقريبا 3 المعالق هكا كبار، ونحركو. غنزيدو على الفطور، هنا غنشدو البصل، وغنفرشو فيها الخس بحال هكا. غنشدو واحد السلافة وغنعمرها، هاد الزواق كيبقى غير اختيار الكل كيفاش بغا، كل داكشي اللي عجبكم ديرو، انا غندير لها بحال هكايا. نشد واحد الكاس حتى هو غندير ليه بحال هكا، ونبقاو نزوقو بعدا بحال هكا على هاد الشكل. ندير شويه ديال المايونيز من الفوق بحال هكا، هنا غنزينها بشويه ديال الزيتون على هاد الشكل. ها الصلاط ديالنا من بعد ما زينتها بالزيتون والبيض، البيض راه نسيت ما ذكرتوش لكم، ها هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي، بالصحة والراحة.